اليوم اللي كتنطلق فيها يومين، اليوم 9/10، هذه المناظرة الجهوية الأولى على الصعيد الوطني بعد تنزيل الجهوية. المناظرة كتجي في واحد الوقت اللي هو وقت جد مهم، جد اللي كيعاني منه لا التاجر ولا التجارة ديالو، اللي عدة إشكاليات. فاش اليوم التاجر يحتاجوا الكثير، أول منهم هو تأهيل يعني مشروع ديالو، كذلك المواكبة ديالو، كذلك إصلاحات جذرية في بعض الإشكاليات من التشريعية. عارفوا أننا إحنا بجنكم، هاد الشيء اللي تقروا في هاد الكونفرنس غادي ندرسوه جميع، وحنا غادي نفعلوه معكم. يعني كنتمناو انكم تجيبوا لنا يعني اقتراحات في المستوى، وانا مقتنع انكم يعني المستوى ديال الناس اللي حاضرين كنعرف، يعني بزاف منكم كنعرف المستوى ديال كل واحد فيكم واش غادي يمكن يجيب لبلادنا. صاحب الجلاله كيتسنى هاد المناظرات وهاد يعني المشاركه تكون من جميع يعني الاطراف، ونجيبوا لبلادنا واحد الفكره مغربيه خاصه غادي تعطي للمغرب يعني طموح للشغل، انه هو اهم ما كاين في بلادنا، ونعطيو للناس مناصب الشغل. فهاد المناظرة انطلقات هاد الصبيحة، أول شيء هو كان عندنا واحد طابلوند حول نمسو جميع المؤسسات اللي كتدخل وكتدخل معنا في هذا القطاع هذا، من كل المؤسسات الجهويه، فباش كنا نتكلموا على عده اشكاليات اللي كيعاني منها هذا التاجر والتجاره كذلك. فالنقطه الثانيه غتكون عندنا خلاصات من هذا اللقاء الاول، كذلك هناك ورشتين بعد الافتتاح ديال واحد الفرشه في مسائيه اللي اعتذرنا على اشكاليات ديال المشاريع وكيفاش يمكن نحسنوا جوده ديال التشريع ديالنا في نطاق الاكراهات اللي كيعيشها التاجر. وغدا ان شاء الله غيكون عندنا يعني جلسه اخرى هي حول افق والتدابير المنتخبه اللي يمكن نحسنوا تطوير التجاره ديالنا. فهادو عامه يعني الخطوط العريضه ديال هاد المناظره، وهاد المناظره اللي كنسعوا ان شاء الله باش نخرجوا بالتوصيات اللي خصنا نكونكريتيزيوها، يعني ننزلوها على ارض الواقع، واللي كنوعدوا بان هاد المناظره اللي غتبقى ان شاء الله كل سنه غتكون، وغنشوفوا حتى غنتبعوا يعني كل سنه شنو تنجز منها وشنو ما تنجز منها. وشكرا. كيف كتعرفوا انه التجاره هو عنصر مهم في الاقتصاد المغربي، كيشغل اكثر من 1,300,000 نسمه، فهذا يعني قطاع حيوي مهم جدا، ولهذا هذه المناظره اليوم غتكون على هذه الايام المقبله، باش غادي يعطونا الوزاره اقتراحات جايه من الجهه، لان عندهم خبره وعايشين هذا القطاع يعني بصفه مباشره، غادي يعطونا يعني افكار واقتراحات اللي غادي يمكن نفعلوها جميع احنا كوزاره وهما كجهه، يعني الغرفه التجاريه هي اللي دارت هذه المبادره، والنتائج يعني كيف كتشوفوا مهمة جدا، جاو الناس بكثافة باش يشاركوا أفكارهم يعني بالطموح ديالهم، حنا غادي يعني نواكبهم إن شاء الله باش نوصلوا لنتائج إيجابية. شكرا.